يعني أنا ما راح أطول أبداً عليكم، راح أحكي دقيقتين. وصار لي تقريباً سنة مش عم بحكي سياسة، ما راح بلش اليوم. بس الشيء اللي بدي أقوله، لأنه نحن اليوم قادمين على ذكرى كتير مهمة بالنسبة للبنان ككل، وبالنسبة لجزء أساسي من اللبنانيين، يلي هي ذكرى 24 نيسان بعد بكرة، يلي رح يتذكروا فيها كل اللبنانيين وبالأخص اللبنانيين الأرمن. ذكرى 100 سنة للمجازر الأرمنية والسريانية بال 1915. أنا بهذه المناسبة من المجلس النيابي اللبناني بدي أكد لكل الطائفة الأرمنية في لبنان ولكل اللبنانيين أنه أي معاناة بيعاني منها جزء من اللبنانيين، على كل اللبنانيين أنه يتضامنوا معهم وأنه يكونوا واقفين حدهم وأنه يحسوا مع بعضهم البعض. كيف تا عم نحكي نحن اليوم عن قضية عمرها 100 سنة وبتشكل محور نضال، جزء أساسي ومكون للمجتمع اللبناني، وبعني بذلك الطائفة الأرمنية بلبنان. وبهيدي المناسبة رح أتوجه للبنانيين الأرمن وإلى كل الأرمن في العالم بهالمقطع بالأرمني. إن شاء الله تكون هيدي رسالة تضامن من قبل لبنانيين مع كل الأرمن اللبنانيين والأرمن في العالم. أيسور جهيشنك هايوتس تسيغس بانوتيان ميجوغيس مليون نهدا جنيرو يفجي بهانشنك أرتاروتيان. أنا بهيدي الكلمات بدي أكد أنه نحن نعترف بالمجازر الأرمنية ومنطلب العدالة لكل الأرمن في العالم. يعطيكم ألف عافية وشكراً.